السلام عليكم أصدقائي، معكم ضام قناة أسهل وأسرع الوصفات. النهاردة معنا الوصفات الفعالة والقوية للقضاء على الهالات السوداء وتجديد الخلايا البشرة تحت العين. هتعجبكم جدا، تابعوا لآخر الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل يوم أفكارنا الجديدة وصفاتنا السهلة والسريعة. هنضيف معلقتين من عصير البرتقال على معلقة من العسل الأبيض وهنقلبها كويس، وبالقطنة هنقصها نصين وهنضيفها على تحت العين كل يوم بالليل. لازم تواظبي عليها لمدة أسبوع كل يوم بالليل. اللي بعد كده هتضيفي كوباية من الحليب وهتضيفي معاها معلقة من الكركم ومعلقة من العسل الأبيض وتقلبي كويس جداً، وبعد كده هتضيفيها في مكعبات التلج، هتجمديها في الفريزر وتستخدميها كل يوم الصبح تحت العين أسفل العين يعني، ووصبي عليها كل يوم. هتشوفي نتيجة مبهرة جدا، هتعجبك جدا بالشكل ده كده، وهتدلكي تحت العين بالشكل ده كده. معانا برضو معلقة من النسكافيه ومعلقة من العسل الأبيض، هندوبها كويس وهنطبقها تحت العينين بالشكل ده كده. واصبع